معنا أنس؟ نعم، قديش صار في عندنا حضور تقريبا؟ تقريبا في 27. ننتظر شوي يعني. ممكن يعني كمان دقيقة ممكن تبدأ. أنا بلشت البث على صفحة الفيسبوك. اوكي. تقريبا في 27. ممكن يعني كمان دقيقة ممكن تبدأ. أنا بلشت البث على صفحة الفيسبوك. نبدأ دكتور؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي وإخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في هذا المساء الطيب المبارك لنستمع لمحاضرنا الأستاذ الدكتور حسين عمري في محاضرة جديدة ضمن سلسلة المحاضرات التي تقدمها الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، وهي جمعية تعنى بالبحث في إعجاز القرآن الكريم والسنة المشرفة ونشرها بين الناس لكي يستفيد منها الباحثون والمهتمين في الأردن وخارجه، ومن أهم أهدافها الكشف عن دقائق معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ووجوه الدلالة اللغوية والعلمية والتاريخية، إثبات سبق كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في الكثير من الحقائق الراسخة حالياً والتي لم تكن موجودة في زمن الوحي وحتى في العصور اللاحقة، كذلك القيام بالدعوة إلى الله باستخدام لغة الإعجاز العلمي، لغة العلم والعلماء في هذا العصر، وذلك بإقامة المحاضرات والأيام العلمية. وبالمناسبة هذه محاضرة رقم 141. محدثنا اليوم هو الأستاذ الدكتور حسين عمري من قسم الفيزياء بجامعة مؤتة. حصل الدكتور حسين عمري على درجة الدكتوراه من جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1992 في تخصص الفيزياء الفلكية Astrophysics، وهو باحث في مجال التفسير الفيزيائي والكوني للقرآن الكريم منذ أكثر من 20 عام، وله مؤلف بعنوان أو كتاب بعنوان معالم قرآنية في الفيزياء والكون. محاضرته اليوم بعنوان من معاني الأرض في القرآن الكريم. حقيقة أنا لما سمعت هذه العنوان قمت بعمل إحصاء صغير جداً ووجدت أن لفظة الأرض وردت في القرآن الكريم بحدود 26 مرة، أرجو أن أكون دقيق في هذا الموضوع، 26 آية، وأنا على ثقة بأن العالم المتخصص يستطيع أن يرى في تفسير هذه الآيات وهذه المعاني بطريقة لا يستطيع غيره أن يفسرها. دكتور حسين تفضل. مشكور. بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعض معاني كلمة الأرض في القرآن الكريم. حتى نفهم الآيات الكونية في القرآن لا بد من معرفة معاني كلمتي الأرض والسماء في آيات القرآن. من هذه المعاني اللي كلنا بنعرفها لذات الأرض ونعيمها، كرة الأرض، المرعى، الحقول والبساتين، المزارع، قطعة من الأرض، بلد أو منطقة. من المعاني اللي معظمنا ما بعرفهاش أرض الجنة، الأرضون السبع، الجزء السفلي من الكون،
وأحيانا يتوجب إطلاق المعاني في الآية الواحدة، وذلك كمان في الآيات التي تذكر الإله الرب الخالق الرزاق العليم. وإن الترجمات إلى اللغة الإنجليزية قد أغفلت المعاني الأربع الأخيرة، مما يعطي هذا الموضوع أهمية كبيرة. ابتداء، الكلمة الإنجليزية ground لها 76 معنى دقيق مختلف. الكلمة الإنجليزية earth لها 49 معنى دقيق مختلف. إذا أؤكد مرة أخرى، بحث ودراسة الآيات الكونية تلازم مع معرفة معاني كلمتي الأرض والسماء في الآيات، وفي مآلي بعض معاني كلمة الأرض. أولا، أرض الجنة كما في الآية: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهنا بالمناسبة الترجمة غلط، ترجمة and made us inherit the earth، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي إذا دخلوا الجنة قالوا هذا، أي أرض الجنة. قيل إنهم ورثوا الأرض التي كانت تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. ويؤكد معنى ودلالة هذا الحديث الآية الكريمة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وكذلك قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال أرض الجنة، وكذا قال أبو العالي ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي إلى آخر. تفسير القرطبي: أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. يقول القرطبي: أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير، لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيره. المعنى الثاني: لذات الأرض ونعيمها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ما لا إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها. يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. تشتمل على معاني كثيرة نلمسها في حال الأمة لا ترتقي باهتماماتها. عن مجاهد: أمروا بغزوة تبوك، أمروا بالنفير في الصيف حين خرفت النخل وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج. المعنى الثالث متعلق بالكرة الأرضية. أولا، استخلاف آدم وحواء في الكرة الأرضية: إني جاعل في الأرض خليفة. استخلاف بني آدم في الكرة الأرضية: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. تابع المعاني المتعلقة بالكرة الأرضية: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وعلى الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هنا الأرض الكرة الأرضية بما رحبت، دليله موقف كعب بن مالك من الرسالة اللي استقبلها من ملك غسان حرقها: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. هنا أمد الكرة الأرضية بمادة تكوينها. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، كائنا من الأرض كحجر وذهب وفضة. المعنى الثاني: الكرة الأرضية أو ما هو على شاكلتها من كواكب معمورة بالحياة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الكرة الأرضية أو ما هو على شاكلتها. ما أصاب من مصيبة في الأرض، كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. تقدير عدد الأنظمة على غرار مجموعتنا الشمسية، لأنه بجوز حد استغرب إني بقول الكرة الأرضية أو ما هو على شاكلتها، حوالي 1.4% إلى 2.7% من كل النجوم التي تشبه الشمس يتوقع أن يدور حولها كواكب مثل الأرض في المناطق القابلة للسكن حول هذه النجوم. وهذا يعني أنه يوجد مليار كوكب منها في مجرة درب الدبانة بمفردها. قشرة الكرة الأرضية وصفائحها:
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا. الرواسي اللي هي الجبال اللي تنشأ عن تصادم القشرات القارية. الرابع أي جزء من الكرة الأرضية أو محيطها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الفساد محرم في كل زمان ومكان. عن الخامس بعض أجزاء الكرة الأرضية ونواحيها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، يعني كفار مكة، فيشاهدوا هذه القرى فيتعظوا. السادس أرجاء الكرة الأرضية، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سابع كل من على الكرة الأرضية، كل ما على الكرة الأرضية من ذهب وورق وعرض وأموال، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الثامن كل من على الكرة الأرضية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال موسى أن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله الغني حميد. التاسع اليابسة من الكرة الأرضية، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فلما أنجى الله هؤلاء الذين ظنوا في البحر أنهم محيط بهم من الجهل الذي كانوا فيه، أخلفوا الله ما وعدوه وبغوا في الأرض فتجاوزوا فيها. الطين أو التربة أو الحقل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذ أنشأكم من الأرض، يعني أباكم آدم عليه السلام من الطين، وقع الإنشاء على التربة التي رفعت من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. طبعا هنا الترجمة ليست دقيقة، المعنى آدم عليه السلام خلقه من أديب الأرض كلها، وقال ابن جريج أنبتهم في الأرض بالكبر بعد الصغر وبالطول بعد القصر، هذا ما يخص البشرية. أما آدم ففي الحديث خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. نعم، استقرار الماء على سطح الأرض ودحوها، عندما كان عمق كرة الأرض أقل من 600 مليون سنة كانت درجة حرارة سطحها مرتفعة لا تسمح باستقرار الماء السائل على سطحها، وبالتالي استمرت فترة تبخر وتكثف وهطول الماء على سطح الأرض لفترة زمنية بطول 600 مليون سنة إلى أن بردت واستقر سائل الماء على سطحها. ولعل هذه الفترة بعض من إيحاءات الآية الكريمة أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ثاني عشر الأرض أو المقابر، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي ما تأكل من أجسادهم في البلا. وفي الحديث كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. المعنى الرابع المرأة، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. إذن هنا المرعى المقصود. الخامس الحقول والبساتين والمزارع، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي. المعنى السادس قطعة من الأرض، بلد أو منطقة، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني لا يستطيعون سفرا للتسبب في طلب المعاش. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا في أرض من الأراضي، موسى مع قومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لن تخرج هذه الأرض من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر، لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك. والآية الثانية قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من شاء من عباده والعاقبة للمتقين، يعني أرض مصر اللي هي أرض فرعون وقومه. الآن نبدأ بالمعاني اللي ممكن تكون جديدة على معظمنا. المعنى السابع الأرضون السبع أو الجزء السفلي من الكون، والذي كان رتقا في بداية خلق الكون، هنا الترجمة خطأ ولا بد من تصويبها إنصاف لكلام الله.
الترجمة مكتوب إيرث والأرض لم تكن مخلوقة ولا حتى في أي نجم ولا أي مجرة مخلوقة بعد. هو الذي خلق لكم في صدع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الأرض جميعا، الأرضين السبع مجموعة ورتقا، وهي تمثل الجزء السفلي من الكون في بداية خلقه، ويؤكده الزمخشري يقول: فإن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هل مقصود أنه خلق الأرض؟ شو بقول؟ قلت: إن أراد بالأرض الجهات السفلية وليس الكرة الأرضية، كما تذكر السماء وتراد الجهات العلوية جاز ذلك، فإن الغبراء وما فيها واقع في الجهات السفلية. وبنفس المفهوم هناك النيسابوري والعمادي أبي سعود والبيضاوي. جهة السفل في مقابل السماء بمعنى العلو، وذلك على اعتبار أن جميعا حال من ماء. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا إعرابها حال، إما أن تكون حالا من الأرض، أي أن الأرضين السبع كانت رتقت ثم فتقت، أو أن تكون حالا من ماء اسم موصول بمعنى الذي، أي أن الذي كان في الأرض في الجزء السفلي من الكون كان رتقا. ودلالة ذلك هي أن الدقائق الأولية للمادة وبعض أنوية الذرات الخفيفة والإشعاع كانت رتقا لها نفس درجة الحرارة، وكان الكون معتما وغير منفذ للإشعاع. الجزء السفلي من أي بناء يسمى أرض. المعنى الثامن الأرضون السبع، هنا الترجمة خطأ ولا بد من تصويبها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إيجاز حذف، أي وخلق سبعا من الأرض اللي هي الأراضين السبع. ومن هذا القبيل جميع الآيات التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، حيث ما ورد ستة أيام، فالمراد هنا السماوات السبع والأراضين السبع. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هود آية سبعة، الحديد آية أربعة، الأعراف 54، يونس آية 3. هنا المقصود بالسماوات السماوات السبع، والأرض الأراضين السبع اللي هي مادة مظلمة حاضن جاذبة لنجوم ومجرات الكون. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الفرقان 59 أو السجدة 4 أو قاف 38. السماوات السماوات السبع والأرض الأراضين السبع، مادة مظلمة باردة حاضن جاذبة للنجوم والمجرات. الآن وما بينهما، وما بينهما آنذاك خلال الأيام الستة شو كان موجود؟ إشعاع وذرات خفيفة، دقائق أولية المادة، كواركات، إلكترونات، بروتونات، نيوترونات، وكان هناك كذلك تخلق الثقوب السوداء، لأنه هناك ثقوب سوداء هائلة الكتلة في مراكز كل مجرة. معنى ذلك أن هذه الثقوب السوداء كانت وجودها في بدايات تخلق هذه المجرات. قال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه وما مسنا من لغوب. فرية اليهود وكذبهم على الله بقولهم استراح في يوم السبت في اليوم السابع وهو يوم السبت مرفوضة فيزيائيا وكونيا، حيث أن مجموعتنا الشمسية بدأ تخلقها بعد هذه الحقبة الكونية بحوالي 8.7 مليار سنة. الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن السماوات السبع الأراضين السبع، ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الحديث هنا عن علم الله، علم الله لا يقيد، لذلك هنا لا نقيد معنى الأرض، نطلق معناه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الآيات، الآيات من سورة فصلت، هذه اسمحوا لي أقول هي مقتل لمعظم الذين تكلموا في الإعجاز حين يفسروا الأرض في هذه الآية بأنها الكرة الأرضية، لأنه لم يكن مخلوق آنذاك في الأيام الستة من الخلق، الذرات حتى غير موجودة لسه، ذرات الهيدروجين والهيليوم لم تتشكل بعد، لا يوجد هناك أي نجم. إذن الأرض هنا بمعنى الأرضون السبع أو الجزء السفلي من الكون. بدأ خلق الكون قبل 13.8 مليار سنة،
خلقت السماوات السبع الأرضون السبع في الأيام الستة الأولى، ولا ربما أن طول اليوم الواحد من أيام الخلق هذه هو ألف سنة، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو أن طوله فترة زمنية. يرى علماء الكون صحة نموذج الكون التضخمي، فقد خلق الله الكون واسعا ومتوسعا. ربنا خلق الكون واسع في جزء طفيف من الثانية، وهذا يتفق مع الآية: والسماء بنيناها بأيد بقوة الله، وقوة الله لا نهائية، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وسعة الله لا تدركها العقول. باشر بعيد الانفجار العظيم وأثناء حقبة التضخم كانت كثافة الطاقة المظلمة كبيرة في الكون، وبالتالي كان الكون يتوسع بتسارع كبير. الطاقة المظلمة أو بيسموها طاقة الفراغ اللي هي تنتج عن توسعة بناء السماء الذي يتوسع بقوة الله. يقول علماء التفسير أن الله خلق السماء واسعة، وأن هذه السماء آخذة في التوسع، ثم استوى إلى السماء وهي دخان في صورة فصلت، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. الأرض بمعنى الأرضون السبع أو الجزء السفلي من الكون. يشير قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى عتومية وارتفاع درجة حرارة الكون خلال أيام خلقه المبكر، ويدل على التضخم والتوسع السريع بسرعة هائلة. قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، وقوله تعالى فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وما يؤكد كل من التوسع والتبرد المصاحبين لخلق الكون قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، توسعت. شو نتج عن التوسع؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إن التفسير الفلكي لظلمة الليل وأغطش ليلها هو سببه التوسع الذي ينتج عنه تبرد الكون ومجانبته لحالة الاتزان الحراري الثيرموديناميكي. كما ويشير قوله تعالى وأغطش ليلها إلى العصور الكونية المظلمة اللي كانت قبل ولادة النجوم الأولى. في مادة مبدأ الخلق والوجود حدث الانفجار العظيم ليبدأ خلق الكون واسعا ومتوسعا. على وسمى بعض الإشعاع والجسيمات الأولية، وسمي هذا العلو من مزيج الإشعاع والجسيمات الأولية سماء، وهو ما تسميه كتب التفسير دخانا. في اللحظة الأولى بعد الانفجار الكبير كان الكون شديد الحرارة وكثيفا، كانت درجة حرارة الإشعاع مرتفعة، وبفعل الاندماج الاندفاع الناجم عن التوسع تنخفض درجة الحرارة، فأصبحت الظروف ملائمة لتخلق اللبنات الأساسية للمادة الكواركات والإلكترونات. وبعد زمن وجيز تجمعت الكواركات لإنتاج البروتونات والنيوترونات، وفي غضون دقائق التحمت البروتونات والنيوترونات جنبا إلى جنب مشكلة بعض أنوية الذرات الخفيفة، أنوية وليس ذرات، يعني ما فيها إلكترونات. تكون المادة والإشعاع مقرونين لهما نفس درجة الحرارة، يرتبط الإشعاع بالإلكترونات من خلال ما يعرف بكومبتون سكاترينج، وترتبط الإلكترونات السالبة مع البروتونات والأنوية الموجبة للذرات الخفيفة من خلال القوى الكهرومغناطيسية. ينشأ عن التوسع والتبرد خلق البناء السماوي الطبقي بسبب تجمع المادة وهي في حالة البلازما في مستويات مختلفة. هذا فيما لو كانت مادة بناء السماء مادة عادية نيوكليونية، وعلى الأرجح واستنادا لنظام الزوجية في الخلق ومن كل شيء خلقنا زوجين، فقد يكون بناء السماوات السبع الطباق مادة مظلمة حارة، لأن الأراضين السبع مادة مظلمة باردة حاضن جاذب النجوم وجوالات الكون. وإن بناء السماء متماسك ليس فيه فطور ولا شقوق، يتوسع بقوة الله فيخلف خلفه الفراغ، فتنشأ طاقة الفراغ أو الطاقة المظلمة التي تتغلب على قوة الجاذبية فيتوسع الكون بتسارع. افترض علماء الكون أن جزء من المادة الكونية المظلمة حار، وأن الجزء الآخر بارد وهو بذرة لتشكل المجرات، ثم استبدلت هذه الفرضية بالطاقة المظلمة والمادة المظلمة. الطاقة المظلمة وإنا لموسعون، والمادة المظلمة اللي هي الأراضين السبع، ويقول سبحانه والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، هنا الطاقة المظلمة اللي هي قوة الله سبحانه وتعالى، والأرض فرشناها فنعم الماهدون اللي هي الأراضين السبع. لاحظ هذول زوجين، لذلك الآية البعدية تليهم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. مجموع رقمي هاتين الآيتين 47 48 95، الرقم 95
تساوي عدديا القيمة الحالية لمجموع نسبتي الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. إذا حاليا تشكل الطاقة المظلمة ما يقرب من 70% من مكونات الكون، وهي ترتبط مع الفراغ الكوني. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، هي قوة الله سبحانه وتعالى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يتم توزيعها في جميع أنحاء الكون بالتساوي، وليس فقط في فضاء المكان، ولكن أيضا مع مرور الزمان، بعبارة أخرى لا يضعف تأثيرها مع توسع الكون. والسماء رفعها ووضع الميزان. توزيع المنتظم للطاقة المظلمة يعني أن لها تأثير على نطاق الكون ككل، وتأثيرها يبدو كقوة طاردة أو قوة تنافر تعمل على تسريع توسع الكون. ويمكن قياس معدل التوسع وتسارع الكوني من خلال الأرصاد واستنادا إلى قانون هابل. هذه القياسات جنبا إلى جمع بيانات علمية أخرى أكدت وجود الطاقة المظلمة وحدت مقدارها. حاليا نسب باقي مكونات الكون هي 25.4% مادة مظلمة للأراضين السبع، و 75% إشعاع وذرات مادة عادية تشكلت منها النجوم والكواكب والعناصر والماء والإنسان والنبات والحيوان. مع استمرار الكون في التوسع بدأت الأمور هامة تحدث ببطء. استغرق الأمر حوالي 380,000 سنة إلى 700,000 سنة حتى تنخفض درجة الحرارة إلى 3000 كلفن ويبدأ التمايز بين الإشعاع والمادة. عندها احتجزت الإلكترونات في مدارات حول النواة، مما شكل الذرات الأولى اللي هي الهيدروجين والهيليوم. وعندها أصبح الكون منفذا للإشعاع منذ تلك الحقبة، وإلى الآن لا يزال الإشعاع الخفي الكوني يغمر الكون ويرصد حاليا في جميع المناحي والاتجاهات عند درجة الحرارة 3 كلفن. في وقت لاحق وبعد الانفجار العظيم بحوالي 1.6 مليون سنة إلى 400 مليون سنة، استطاعت قوة الجاذبية أن تشكل النجوم والمجرات من سحب الغاز. يقدر إذن عمر الكون حوالي 13.8 مليار سنة، بينما بدأ تخلق المجموعة الشمسية فقط قبل 5 مليار سنة. فقد مضى من عمر الشمس حوالي 5 مليار سنة كقوله تعالى والشمس وضحاها. قبل حوالي 5 مليارات سنة حدث انفجار سوبر نوفا داخل مجرتنا، وأرسل هذا الانفجار غيمة من المادة داخل المجرة، ومن ثم اتحدت معظم العناصر الخفيفة هيدروجين وهيليوم فكونت الشمس، والعناصر الثقيلة شكلت فرصا مسطحا دار حول الشمس إلى أن انتهى الحال بتفتقه عن كواكب المجموعة الشمسية. الأرضون السبع، إضافة إلى الآيات السابقة التي تذكر خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تبين الآيات التالية أن الأراضين السبع عدة، وهي ما بين حالتي الرتق أو الفتق. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، في البداية الأراضين كانت رتق، السماوات السبع كانت رتق، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، هنا فتق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. حالة فتق الأراضين يوضح هذا الشكل، هو ما يشير على أن المادة الكونية المظلمة تتوزع فتقا. لاحظوا هنا النقاط السوداء هي أماكن تواجد المجرات، أما هنا المناطق التي داخل الدوائر الحلقات أو الكرات باللون الأزرق واللي فيها كروسز في داخلها، إشارة ظرف في داخلها باللون الأحمر، هذه أماكن تكاد تخلو منها المجرات أو تواجد المجرات فيها طفيف جدا. إذن هذا دليل وجود الفراغات الكونية. فيما يلي عناوين لأربع أبحاث تفيد أن الفراغات الكونية نتجت عن انفجار كوني. أول مرة الذين كفروا السوات والأفكان ترثقا ففتقناهما. العنوان الأول حول فرضية الأصل المتفجر للفراغات الكونية الحالية والسرعات الغريبة. الثاني الفقاعات والفراغات الكونية، الأصل المتفجر المشترك للفراغات الكونية. المادة المظلمة مفقودة من الفراغات الكونية. اختبار للمنشأ الانفجاري للفراغات الكونية. يوم القيامة تعود الأراضون السبع إلى حالة القبض والرتق، والسماوات السبع إلى حالة الطي. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جميعا حال، ما هو حال الأرضين السبع يوم القيامة؟ القبض بيد الجبار سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يديه يمين. لقد خلق الله 7 سماوات طباقا. يقدر قطر السماء الدنيا أصغرهن بحوالي 250 ضعف قطر الجزء المرئي من الكون، حوالي 7 تريليون سنة ضوئية. ومثلها الأرض المادة المظلمة الباردة دائمة الفرش والمهاد.
والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. كل هذا مقبوض يوم القيامة مجموع بيدي الجبار سبحانه وتعالى. هذه تكاد تكون الآية رقم واحد في إبراز عظمة الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يصرح بعضهم بأن الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة على المجاز وليس على الحقيقة. أقول هذا القول بلا شك انتقاص من كمال القدرة الإلهية، وبدون الاستعانة بعلم الكون أو الرجوع الحديث الشريف الذي يكاد يقصيه هؤلاء، لا تفهم الآية بالشكل السليم. أقول لا سبيل للقول بفرية المجاز في قوله والسماوات مطيات بيمينه. أقول وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عما ننتقص من قدرته. الأرضون سبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي وخلق سبعا من الأرض. قول الجمهور إنها سبع أراضين طباقا بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء. وهناك أحاديث كثيرة بينت أن عدد الأرضين سبع، منها من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع من أرض يكون بين الرجلين أو بين الشريكين للدار، فيقتسمان فيسرق أحدهما من صاحبه ذراعا من أرض فيطوقه من سبع أراضين. حالة الأراضين بين القبض والبسط أو الرتق والفتق، بدت الأرضون السبع رتقا وجميعا، ثم فتقها الخالق سبحانه وتعالى سبعة، وستعود يوم القيامة إلى حالة الجمع والقبض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهناك أحاديث يرد فيها ذكر الأراضين بصيغة الجمع، وهذه تبين تغير حالة الأراضين بين القبض يوم القيامة والبسط الآن. عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي من المحاكاة، يقلد كيف يحكي رسول الله، عبد الله بن عمر يحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقبض أصابعه ويبسطها. النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يقبض أصابعه ويبسطها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يقلد ويحاكي عبد الله بن عمر. ولهذا قال أن ابن مقسم نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي وفي هذا الحديث ألفاظ يقبض ويأخذ كله بمعنى الجمع، لأن السماوات في الحياة الدنيا مبسوطة كانت رتقا ففتقناهما، والأراضين مدحوة وممدودة فرشناها فنعم الماهدون. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها في الآخرة بعد بسطها في الدنيا، وحكاية للمبسوط في الدنيا المقبوض في الآخرة وهو السماوات والأراضون، لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة القابض والباسط سبحانه وتعالى. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبض أصابعه ويبسطها. إذن هذا تمثيل لحال السماوات السبع والأراضين السبع، من أنه إيش؟ القبض في الآخرة والبسط حاليا في الدنيا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حال الأراضين يوم القيامة هو القبض والجمع والرتق، والمراد به بالأرض الأرضون السبع، ستعود يوم القيامة مجموعة ورتقا، أما حالهن في الدنيا ففتق وبسط بعد أن كانت عند بداية الخلق رتقا، أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. تؤكد الآيات والأحاديث أن حالة الأرضين قبض في بداية الخلق، وأما حالهن الآن فبسط وفتق. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإن جميعا حال، إما حال من الأرض أي أن الأراضين السبع كانت رتقا، أو أن تكون حالا من ماء أي أن الذي اسم موصول بمعنى الذي، أي أن الذي في الأرض أو في الجزء السفلي من الكون اللي كان دقائق وإشعاع وإشعاع، دقائق أولي المادة وإشعاع وأنوية ذرات خفيفة، هذا كان رتقا، كانت درجة حرارة المادة والإشعاع متساوية. في اللحظة التي تلت الانفجار الكوني بدأ أيضا خلق الأرض، الأرض بمعنى جهة السفل أي الأراضين السبع وما فيها، ويراد بجهة السفل اتجاه نحو مركز الكون، ويقصد بجهة العلو اتجاه نحو السماء.
إن كلمة جميعا في الآية قد تعتبر حالا من الأرض اللي الأراضي السبع كانت رتقت ثم فتقت، ودل على ذلك قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كان الجميع متصلا بعضه بعض متلاصقا متراكما في ابتداء الأمر. إن السماوات والأرض كانتا رتقا في بداية خلقهما، ثم فتقت سماء دخانية في مستويات مختلفة للطاقة لتشكل أصلا بخلق طبقات البناء بناء السماوي، كما أن الأرض فتقت سبعا. إذا ليس هنالك ما يمنع أن تكون كلمة جميعا حال من الأرض أو حال مما، وشفنا شو المعنى في الحالين. كنا حال مما اسم موصول بالمعنى الذي، وجميعا حال من الأرض أي الأراضي كانت رتقا. إذن بالتالي شو بيكون محصلة الفهم؟ وعندها يكون الخلق الذي تحدث عنه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده للأرض أو للمادة الأولية في الأرض بمنع جهة السوف الآية في الأراضي السبع، الأراضي السبع ما كان فيها عندما كانت الأرض رتقا. ويؤكده الزمخشري في العبارة اللي قرأناها من قبل، فإن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه الصحة، قلت إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء، يعني مش الفراضية كما تذكر السماء وتراد الجهات العلوية، جاز ذلك فإن الغبراء ما فيها وقع في الجهات السفلية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تشير الآية إلى أن حال الأرضين عند بداية خلقهن والقبض والرتق في جهة السفل. وكذلك الآية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كان الجميع متصلا بعضه ببعض في ابتداء الأمر، ثم فتقت السماوات السبعة والأرض سبعة، وسيعود الكون يوم القيامة إلى حالة الرتق والقبض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. المعنى التاسع أكثر من معنى، آية الكرسي له ما في السماوات وما في الأرض. هنا نطلق معاني السماء والأرض كافة المعاني المحتملة لا نقيد. ليش؟ لأن الله هو المالك المتصرف في كل المخلوقات. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات السبع والأرض السبع، وأشرقت الأرض بنور ربها يوم القيامة. ربما كرة الأرض أو أرض المحشر أو الأرض بمطلق معانيها، بدليل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل حال الأرض يوم القيامة، الأرض بمعنى الكرة الأرضية، كيف ما هو تبدل حالها؟ حال الكرة الأرضية يوم القيامة هو المد، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. عندما تدخل الشمس طور العملاق الأحمر وتنتفخ، فإن سطحها يكاد يلامس الأرض فتنتفخ الأرض. لاحظوا مثلا في هذا الطور للعملاق الأحمر يصبح نصف قطر الشمس 84% من المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس، وتصبح ضيائية الشمس 3000 مرة ضعف ضيائيتها الحالية. وفي هذا الطور مثلا يصبح نصف قطر الشمس مساوي تقريبا للمسافة بين الأرض والشمس، وتصبح ضيائية الشمس 5200 مرة ضعف ضيائيتها الحالية. وفي الحديث تدنو الشمس يوم القيامة على قيد ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي من الهام كما تغلي القدور. الشمس في هذه المرحلة تصبح ضيائيتها كبيرة جدا مقارنة مع ضيائيتها الحالية. وعندما تكور الشمس المرحلة التالية تصبح قزم أبيض. عندما تكور الشمس وبعد أن تدنو من الأرض، فإن جاذبيتها الكبيرة تحطم الجبال وتفتتها وتحطم الطبقة الخارجية للقشرة القارية أو المحيطية. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، الكرة الأرضية يوم القيامة. وفي الحديث تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة الحديث. إذن هذا هو مستقبل الكرة الأرضية، تبدل حال الأراضين السبع. أما حال الأراضين السبع ما هو حالهن؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبض. أما الأراضين السبع فحالنا يوم القيامة هو القبض، وحال السماوات هو الطي بيد الجبار سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن عائشة أنها قالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط. المعنى العاشر إطلاق المعاني، كل معاني السماء وكل معاني الأرض. مثال للتوضيح، قل أعوذ برب الفلق،
والفلق في كلام العرب فلق الصبح، تقول هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح، وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه فلق. وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عني بقوله برب الفلق، بعض ما يدعى الفلق دون بعض، وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء، قل أعوذ برب الفلق، الله رب كل شيء. لذلك هنا بيقول لنا الطبري وجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق، إذ كان رب جميع ذلك. قل أعوذ برب الفلق، الله رب كل شيء، إذا لا نقيد معنى الفلق. ومن هذا القبيل إطلاق المعاني، كل معاني السماء وكل معاني الأرض في الآيات التي تتحدث عن الرب الخالق الإله المالك العليم الرزاق الحي القيوم المحيي العليم، علمه سبحانه محيط في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات وجميع ما في الأراضين والسماوات، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك. الله الرب الخالق لا شريك له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون ذر لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نطلق المعاني، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، نطلق المعاني، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، نطلق المعاني. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، هو المعبود على مر الزمان والمكان، لذلك لا نقيد معنى السماء أو معنى الأرض. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، هو رب كل شيء ومليكه، لذلك لا نقيد المعنى. نعم، لله ما في السماوات وما في الأرض، الله مالك كل شيء له الملك سبحانه، لذلك لا نقيد المعنى. لله ما في السماوات وما في الأرض، السماء والأرض بكل المعاني، يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا يخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت. ولله ما في السماوات وما في الأرض، إذن هنا نطلق المعاني، وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبدا، نطلق المعاني. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، بغض النظر شو معنى الأرض، وين ما كان الشخص المكلف لا يعجز الله. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده. والله سبحانه وتعالى تحدث قلين أن يستطيع الهروب من حساب يوم القيامة، وذلك لاستحالة نفاذهم من أقطار السماوات والأرض. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، إذن نطلق المعاني. علم الله وسع كل شيء، ترجمة الآيات التالية غير صحيح، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، السماء والأرض بكل المعاني. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. السماء والأرض بكل المعاني، يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، والله بكل شيء عليم. الله الواحد العليم لا شريك له. وجعلوا لله شركاء، قل سموهم أم تنبئونه بما لا أعلم في الأرض. الله ليس سبحانه وتعالى واحد أحد، ليس له شريك في هذا الكون، لذلك لا نقيد المعنى. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هذا الكون كله مسخر لهذا الإنسان، لذلك هنا نطلق المعاني. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم وتجر إليهم منافعهم. وما في الأرض عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا يحصى، هذا كلام القرطبي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الكون جميعه مسخر لأجل الإنسان. ولله يسجد خلائق السماوات والأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. إذن هنا نطلق المعنى،
كل ما في الكون يسبح لله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح الله ما في السماوات وما في الأرض. يقول ابن كثير يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجدير بالذكر أن الأمواج الصوتية موجودة في جميع الأجسام في هذا الكون وفي جميع حالات المادة الصلبة السائلة الغازية والبلازما. ونفخ في الصور، ليس هناك نجم إلا ويصدر عنه أمواج صوتية. ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا نطلق المعاني، هذه النفخة أثارها تعم الكون كله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هنا نطلق معاني الأرض، هذا الكون كله كل ما فيه يحشر إلى الله سبحانه وتعالى ويرد. أي نميت سكان الأرض ونهلكهم جميعا ويبقى الرب وحده فيرثهم وإلينا يرجعون فنجزيهم بأعمالهم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. 11 إن نشأ نخسف بهم الأرض أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. الأرض هنا قد ترتبط بالكرة الأرضية وقد ترتبط بالأراضين، المادة المظلمة الباردة التي تحضن جاذبية نجوم مجرتنا. يقول ابن كثير وإن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأراضين في انخفاضها وأطوالها وأبعادها إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الضميم من العظام. أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. السماء هنا طبعا هو الحديث عفوا يعني عن معاني الأرض. السماء هنا في هذه الآية أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. السماء بمعنى العلو أو الفلك أو الأجرام السماوية. هنالك حزامان، حزام الكويكبات وحزام كايبر. حزام الكويكبات هو منطقة على شكل طارة أو حلوة الدونت في النظام الشمسي، هذه الشمس هنا في مركز المجموعة الشمسية، تقع تقريبا بين مدار ري كوكبي المشتري والمريخ، والتي يتواجد فيها عدد كبير جدا من الأجسام الصلبة غير المنتظمة بأحجام عديدة ولكنها أصغر بكثير من الكواكب، تسمى الكويكبات أو الكواكب الصغيرة. هذه طبعا هي بالنسبة للأرض، لو اعتبرنا أن الشمس هي أخفض نقطة في المجموعة الشمسية هي المركز، فالأرض هي أسفل منها، هذه فوق الأرض موجودة. أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك الآية كل عبد منيب. آخر شيء أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. طبعا أنا كتبت هنا بحث عن هذه الآية وذلك في مقابل المعاني التالية لكلمة الأرض: كرة الأرضية أو ما يشبهها من الكواكب، الأرضين السبع اللي هي المادة الكونية المظلمة الباردة الحاضن جاذب نجوم مجرات الكون، الجزء السفلي من الكون، المجرات والنجوم التي تقلها الأرضين السبع. وفيما يلي بيان فقط لعناوين هذا البحث. نقص الأرض بمعنى الكرة الأرضية أو الكواكب يشير إلى الانضغاط الجاذبي لكرة الأرض أو الكواكب والذي رافق تبردها في أثناء مراحل التخلق، كما هو يشير إلى تناقص كثافة مادة الأرض الكرة الأرضية مع البعد عن مركزها، ويشير إلى نقص الصفائح القارية للكرة الأرضية وإلى تغير تركيب الكوكب الناتج عن التسخين المتولد في حقبة تخلق الكوكب. ونقص الأراضين السبع، لو أخذنا الأرض بمعنى الأراضين السبع ما هو نقصها؟ ما شكل نقص الأراضين السبع؟ ونقص الأراضين السبع اللي هي المادة المظلمة الحاضن الجاذب المجرات والنجوم الناتج عن التوسع الكوني بفعل ما يسميه علماء الكون الضغط السالب أو الطاقة المظلمة، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. إذن التوسع المتسارع الكون
ينقل كذلك المزيد من المجرات، ومعها حاضنها الجاذبي من المادة المظلمة ليجعلها خارج نطاق الرؤية. بطل نشوفه مع توسع الكون في جزء من المجرات بنبطل نشوفه. كثافة المادة المظلمة تتناقص مع توسع الكون، هذا أحد أشكال نقص الأرض بمعنى الأرضين السبع. تناقص كثافة المادة المظلمة داخل المجرة كلما ابتعدنا عن مركزها. إذن إيش افترض علماء الكون؟ أنه مجرتنا مجرة درب التبانة وكذلك كل المجرات مغمورة داخل هالة كروية من مادة مظلمة باردة كتلتها حوالي 10 أمثال كتلة الجزء المضيء من المجرة. كثافة المادة المظلمة هذه إيش مالها؟ تتناقص كثافة المادة المظلمة داخل المجرة كلما ابتعدنا عن مركزها، ننقصها من أطرافها. توزيع كثافة النجوم داخل التجمع النجمي تتناقص كلما ابتعدنا عن مركز التجمع. نقص المجرة بواسطة النفس من قرص النماء على الثقب الأسود العملاق في مركزها. الكفار ينتقصون من أرض الجنة، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الكفار ما لهم مكان في الجنة، ينتقصون من الجنة لأنه أحد معاني الأرض أرض الجنة. الكفار ينتقصون من أرض الجنة فهي محرمة عليهم، ويرث أهل الجنة منازل الكفار، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حين نشاء. وفي نقص أرض الجنة من أطرافها المعنى قليل هم أصحاب الدرجات العلى من الجنة بالمقارنة مع باقي أهل الجنة. الخلاصة لا بد من مراجعة الترجمة لمعاني كلمة الأرض في الآيات القرآنية، وخاصة في المعاني التي أغفلتها الترجمة، والتي من أهمها لذات الأرض ونعيمها، الأراضون السبع، المادة المظلمة، الجزء السفلي من الكون، حالة إطلاق المعاني في الآية الواحدة، وذلك كما في الآيات التي تذكر الرب الخالق الإله المالك العليم الرزاق الحي القيوم المحيي العليم، وكذلك عندما ترد كلمة الأرض في الآية الواحدة بأكثر من معنى. وجزاكم الله خيرا ومعذرة للإطالة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك دكتور حسين. هذا المزج يعني ما بين التفسير وما توصل إليه العلم الحديث حقيقة يدل على هذا الإعجاز الموجود في القرآن الكريم. في نطرح الموضوع الآن، إذا في حدا عنده أي تساؤل أو مداخلة للدكتور. مهندس حاتم حاب تحكي شيء؟ ميوت الميكروفون عندك. الصوت قادم؟ هلا وصل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول المرسلين وعلى آله وصحبه. أشكر أخي الدكتور حسين على هذه المحاضرة، وهي محاضرة قيمة، وهي ليست محاضرة وإنما هي سلسلة محاضرات، هي مجموعات علمية فلكية إيمانية قرآنية، يعني لا تأخذ زاوية واحدة وتحتاج شمولها، ويعني هذه المادة مركزة جدا، ونحن يعني حتى الناس تستقبلها نبسط القراءات ونبسط بحيث أن الناس تسع مع الصورة. فالموضوع شيق، وأنا الكتاب أمامي الآن جزاه الله خيرا، ولم تقرأ منه ما بتشبع لأنه بحث علمي ضخم. عندي بعض الملاحظات اللي بحب أنه يعني إحنا نتفق عليها مع الدكتور بالنسبة لها. في عنا موضوع الترجمة، يعني إحنا يعني الدكتور ما هو المرجع الذي يأخذ منه الترجمات؟ لأنه زي ما قال في عندنا الأرض 45 الأير 49 مرة، والجرام 76 مرة، ويش المعنى اللغة العربية؟ شوف على فكرة الأرض ذكرت في القرآن 451 مرة،
ولذلك احنا بنكون دقيقين لما ناخذ الترجمه للايات القرانيه في اكثر مرجع وفي ناس متخصصين في هذا المجال. فاحيانا يعني احنا يجب ان نصوب، مش نقول انه غلط، نقول انه هذا تصويب، و لا هذا اللفظ في هذا الارض ها زي ما قلنا 49 و56 بتحكي عن حوالي 126 لفظة مختلفة لكل واحد دلالاتها، واللغة العربية بحر من المعاني. أتمنى من الدكتور أنه مثل هاي القضايا يحط المرجع والتفسير، لأنه الآن يعني في عنا إخواننا كرام متخصصين في موضوع الترجمة، فيعني يصوبوا وجدوا كثير من الأخطاء لبعض التفاسير التي ليسوا علماء باللغة العربية فيفسروا اللفظة كم على مزاجهم، وهذا اللي تم في كتب السابقين في كتب التوراة والإنجيل عندما نقلت وترجمة إلى لغات أخرى، فقط المعنى مثلا مكة، مكة مباركة لك ببكة بغيروها، فالألفاظ يجب أن تبقى كما هي بدون تعديل، يعني الأسماء الأعلام يبقى اسم العلم علم بدون نقل ترجمة، وهذا طبعا إحنا ربنا حفظ هذا القرآن. هذه قضية واحدة. ثانيا القضية الثانية مع الدكتور، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هنا بتكلم عن الكرة الأرضية. نعم طبعا. رواسي من فوقها. كويس. طبعا. إلى الآن إحنا إذا كان عمر الكرة الأرضية 4600 مليون تسمح لي مهندس، الكون عمره 13.8 بليون سنة، النسبة 1:3 يعني عمر الأرض بالنسبة لعمر الكون. إحنا الآن بدنا نجمع بين الآيتين ونجمع ما هي الخلاصة، لأنه الأصل بتكلم هذه الآية بالذات تقول وجعل فيها رواسي من فوق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فهذه الآية بالذات يعني موطن جدال، موطن مناقشة، أيهما بدأ؟ يعني إحنا الآن نتكلم عن قضية بعد 7000 و8800 مليون سنة. طيب أين كانت هذه الأرض؟ أي أرض؟ هذه الآية مع ماذا تشير؟ هذه طبعا معروف. فإحنا الآن يعني هذه بالذات بحاجة لتوضيح. القضية الثالثة، إحنا عندما نقدم مادة علمية للناس بدنا نبسطها حتى الناس تستوعبها، لأن ليس كل الناس عندهم علم بالفلك وبالعلم بالفيزياء. أنا دائما ببسط الجاد مادة جدا حتى الواحد المستمع على الأقل يقبل 70-80% من المادة، ما تدخلش عليهم بإحصائيات كثيرة جدا بحيث إنه هو من كثرة هذه المعلومات لا يقدر أن يستوعب. بس أنا على كل حال بتشكر لأخي الدكتور حسين وأخي الدكتور ناجل على الإدارة، وتشكر لإخواننا الحضور على مشاركتهم في هذه النشاطات العلمية. وقبل أن أغادر أتمنى أنه الدكتور يعني يجيب على هذه النقطة الأخيرة، يعني يشبعها بحثا بحيث أنه تذهب الظمأ العلمي الموجود لدى إخواننا. طيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لكلمه الرواسي حيثما وردت في القران فهي تفيد الجبال، تثبت الارض لئلا تميد، ما عدا في سوره فصلت فانها تشير الى، طبعا انا كتبت عنها بحث كمان مستقل من ضمن الابحاث اللي انا اقترحتها عليكم اللي ممكن تكون موضوع لدوره، اللي هي الرواسي في سوره فصلت. الرواسي هي عباره شو الرأسي، ما هو دورها؟ مثقله، مراكز جذب، هي تشير الى تغاير في توزيع كثافة المادة المظلمة، وهذا كان سبب حدوث التراكيب في الكون اللي هو تكون النجوم والمجرات، ولولا ذلك لما تكونت، لو كان متجانس توزيعها ما تكونت. وكذلك أحد أشكاله اللي هو الثقوب السوداء اللي كنا تخلقت في البداية، اللي هي عبارة عن كل مجرة في قلبها ثقب أسود هائل كتلة مليارات مرة ضعف كتلة الشمس. فهذا أحد تفسير الرواسي. ففي سورة فصلت تحديدا الأرض ليست الكرة الأرضية والرواسي ليست الجبال، لأنه شو الآية بتقول ثم استوى للسماء وهي دخان، ما معنى دخان؟ أي أن درجة حرارة الكون لا زالت مرتفعة، الكون معتم.
وقال له الأرض ائتيا طوعا كرها، قالت أتينا طائعين. إذا الرواسي في سورة فصلت ليست جبال كرة أرضية، هي إما مثقلات مبطئات بحيث أن المادة اجتمعت مع بعض وكونت النجوم والمجرات، وهذا موضوع بحث كامل إذا أردت. بس فقط الرواسي في سورة فصلت هذا عنوان بس، أنا إذا الأخوة بيحبوا أنا ممكن يعني أعطيه محاضرة خارج خلينا نقول نطاق الجدول. إضافة لموضوع الرواسي، أنا بدي أحكي الآن لو نظرنا للكرة الأرضية، القارات القشرة القارية، القشرة القارية الآن سمكها يصل حتى حدود 75 كيلومتر أو 100 كيلومتر في باطن الأرض. وطبعا الجزء السفلي من الأرض خلينا نحكي اللي هو بنسميه إحنا المانتل، هذا له تقريبا طبيعة زي طبيعة مائعة نوعا ما. ولهذا السبب هذه القارات السمك تبعها بيوصل حتى من 75 في بعض المناطق 100 كيلومتر حتى انها تثبت هذه القارات على الكره الارضيه، ومن هنا اتت يعني الرواسي. نعم الرواسي. نعم في سؤال هون اعتقد وردني من مها كيالي، بتحب تسمع او تفهم اكثر عن سبع اراضين بالضبط. ماشي، برضه هذا عنوان مقترح من ضمن تقريبا 24 عنوان انا اعطيته للاخوه المسؤولين في الجمعيه، اعطيت عناوين ورؤوس اقلام فكره، وبعدين مع رابط البحث بالزمام اذا حدا بحب يشوفه، من ضمنها موضوع عنوان الاراضي السبع اللي هي ماده مظلمه بارده حاضر مجرات الكون. اول مره يعني بمر علي هذا التفسير. ممكن طيب نشكرك دكتور حسين. الله يكرمك دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ممكن مداخله؟ تفضل. مين معنا؟ يعطيكم العافيه وبارك الله فيكم، حقيقه يعني موضوعات مثريه ونحتاج لها حقيقه نحن المتخصصين خاصه. نشكر الدكتور حسين والجميع. عندي مداخله لقول الله عز وجل ما في السماوات وما في الارض، وقوله ما في السماوات والأرض، وقوله ما في من في السماوات والأرض، وقوله من في السماوات ومن في الأرض. هل هذا الأمر ملفت في موضوع البحث؟ يعني بحثوا الأخ الدكتور؟ لا، هي من تستخدم للعاقل وما لغير العاقل. يعني الماء ما في السماوات في الأرض الآن من مادة، من ذرات، من إشعاع، قلنا من نجوم، من إلى آخره. من اللي هي للعقل. أما هذا نعم، أنا لا أريد تفسير من وما، أريد لماذا في بعض المواضع ما وما، وفي بعض المواضع يعني كررت ما وما، من ومن، وفي بعض بدون إيش، بدون تكرير يعني، بدون فقط اختصت بدون ما وبدون، بقصدك بعضهم بدون ما وبدون من. أيوة نعم. هذا بدك دكتور، هل هذا ملفت في موضوع البحث؟ هذا الآن خليني أقول هذه لمسات بيانية دكتور السامي الرائي، مش شغلي يعني. أنا ما ببحث، أنا أبحث من ناحية فيزيائية، المعاني الفيزيائية لكلمة الأرض. لا، أنا لا أحب أن أخفي معاني ماذا؟ معاني الأرض، المعاني الفيزيائية لكلمة الأرض فيزيكلي. فيزيائية. نعم. فأنا ما بحثت هذا الشيء يعني. هذا يعني بما إنه معاني الأرض فهي في بعض الأحيان لا يذكر معها من أو ما، هذا فاد في الموضوع أم لا؟ لم يفيدك. نعم، لم يفتك في شيء إنه من وما لما بتيجي مع الأرض ولما ما بتيجي مع الأرض. من ما بتيجي، من في الأرض جميعا ثم ينجيه، يود المجرم ولا يفتدي من عذاب يوم إذن ببيني وصاحبة خيه وفتلته، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يعني يفتدي بكل أهل الأرض. إذا الحديث عن ناس مكلفين، ما اللي ولو أنا ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إذا حديث عن أقلام تقليدية اللي هي من الشجر خلينا نقولها، وحديث عن الماء اللي في الأرض. نعم، بس أنا هذا اللي أعرفه اللي هو ما الآن، حديث عن مواد، عن شيء جامد، ومن عن حديث عن رائع. طيب الكتاب او البحث منشور ولا وديت لك اياه على شو اسمه؟ لا هو مش منشور، موجود على موقع جامعه مؤتة، وانا ارسلته على الجروب، ارسلته قبل امبارح قبل المحاضره ارسلته.
جروب الفيسبوك. لا عفوا، الجروب اللي هي بيتم عليها الاعلان عن المحاضره، او عفوا احنا مش الجمعيه لها جروب على الواتساب. لا لا، لست فيه، أنا من خلال الفيسبوك دخلت. طيب ممكن تخلي الاخ اللي مسؤول في ال مهندس حاتم ممكن على الفيسبوك؟ ارسل لك اياه. نعم، إن شاء احنا الله. ممكن تزودي لنا في رقمك، بنرسل لك اياه على الواتساب او على الايميل، اذا بتتركي لنا ايميلك او رقمك احنا جاهزين نرسل الملف. دكتور انت قصدك الملف تبع المحاضره تبعت اليوم؟ بالضبط، هي هيك اللي بدها اياها اللي فهمت. نعم، تمام، ارسل على الشات. نعم، على الشات. الرقم التليفون، واحنا ان شاء الله بنرسلك اياه. شكرا جزيلا. ممكن انا اعلق على الموضوع، الفرق بين ما ومن، من للعاقل، من لغير العاقل. كويس، لما اقول من في السماوات ومن في الارض، للتفصيل، تفصيل لاخر درجه. لما اقول من في السماوات كلمه عامه، اما لما تفصلها باجزائها المختلفه، ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض وظلالهم بالغدو والاصال، لان هنالك مخلوقات، دواب انواعها واشكالها وملائكه لا نعلمهم، ولكن ربنا بفضلهم ان هنا الحقائق موجوده، احيانا بيسمعهم احيانا بفصلهم. وكذلك موضوع ما لغير العاقل، شايفين؟ فلذلك ذكر ربنا هكذا وهكذا، لعلم الله المطلق الذي لا يستطيع العقل البشري ان يتصوره، ولكن نؤمن به كما جاء. طبعا احنا عندنا الدكتور عبد الله الخطيب، هي من اهل اللغه والبيان، هي موجود على موجود معنا في المحاضره الان، لان ممكن يدلي بدلو في هذا اللفظ ولو كان ليس من اختصاصه، بس بتكلم على موضوع اللغه. جزاكم الله خيرا. إذا ممكن الدكتور عبد الله يتكلم معنا. عبد الله الخطيب. طيب يا سيدي. بعدين الأخت اللي تكلمت لازم تذكر اسمها، لأنه إحنا ما بنعرف مين المتكلم. دكتورة غزالة أبو حامد. دكتورة غزالة أبو حميد. حميد، نعم، أهلا وسهلا. تفسير علوم القرآن من الجامعة الأردنية. اهلا وسهلا. معناته انت قول لنا شو معنى ما ومن، ليش مش احنا نقول لك؟ نعم، لكن يعني انا حرصت على هذا السؤال لانه انا ابحث فيه، فبدي اسالك اذا هو يعني استخدمته في بحثك، فانا بدي استفيد لا. من حضرتك فقط. لا والله ما استخدمته انا، بس كتبتهم في يعني تحت عنوانين مختلفين، ما في السماوات ومن في السماوات، حطيتهم تحت عنوانين فرعين مختلفين، اما لا انا ما دققت منه. طيب تشكرك دكتور حسين. الله يبارك فيك دكتور باسم الجميع، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، البحث القيم وهذا أكرمكم الله القيمة. شكرا جزيلا للحضور، وشكرا جزيلا للجميع، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.